تخافش انا معاك. اللي ما شافش لنا الكومونتير ديالها تعاود تكتب ليا حيت كيدوزو بالزربه الكومونتيرات ديال الكورمات الخاتم والحلقات. بالنسبه للبنات اللي بغاو اونسومبلات مع التخفيضات راه كيتباع اونسومبل كله، يعني عندك حق تحيدي غير السلسله بوحدها. الا بغيتي تاخذي اونسومبل فيه الحلقات والخاتم والعلاقه كيتحسب لك 550. كتاختي غتاخذي غير الحلقات بوحدهم والخاتم بوحدو ولا الحلقات والخاتم بوحدهم، كتبقى التمن ديالو 580 3 غرام و90 580. الحلقه اختي والخاتم ديال الكورميت 2260 درهم، غير الحلقات والخاتم بوحدهم 2260 درهم. ها هما 2260 درهم الحلقات والخاتم. السيده اللي سولاتني دابا اختي لويز بقى عندي جديد في كورميت، انا نوريه لك. اختي مروه، مروه لا اختي لا، اليوم ما درناش لايف ديال الهميزات اختي، لايف هذه الجديد الهميزات ان شاء الله درنا حتى الاربعاء ان شاء الله، وغنديروا لهم لايف خاص ان شاء الله. الناس يسولوني على اللويز، هادو اختي كورميطات ديال اللويز جديد ها هي، وكاينه هذه البنات حتى هي كورميط فيها اربعه اللويزات جداد وفيها عوينه الوسط كما كتبان لكم. هادو هما اللي كاينين عندي دابا في اللويز، وكاينين الربوعه وحلقات الفروج هادي ما بانش ليها مزيان، ندوزو لكم وحده بوحده. الاولى ديال اللويزه فيها حجرات حمرين، ولا عجبتها وما جاوبتكش على الثمن اختي تواصلي معايا في الواتساب انا معك. الاخرى هذه فيها اربعه لويزات وفيها عوينه الوسط، ها هي اللي عجبتها دير لها سكرين وتواصل معنا. الثمن ديال هذه اللي فيها لويزات 570 درهم للغرام، فيها 9 غرام البنات ديال اللويزات هذه، هذه هي 570 درهم للغرام. عجبتها دير لها سكرين وتواصل معنا وبارطاجوا معنا البنات الله يكبر بكم. شنو تاني مازال اللويز وريناهم ربي يوفقك الله يحفظك اختي، التصوير اليوم غزال ما شاء الله، طبخ ام عاليه الله يحفظك اختي الله يبارك فيك وغزالين بكم اختي الله يحفظك الله يكبر بك. وكاينين كورميطات ديال الطروات ديال الماتره دوزناهم فات اللايف باقا منهم شي حاجه. هادو البنات 580 درهم للغرام، ملي عجبتها شي حاجه الثمن راه ما مهم تواصلي معنا، الثمن ما عندكش مشكل في الثمن، كنرضيو جميع الخواطر ان شاء الله. كورميطات ديال طروات دي اللي فيهم ثلاثه وفيهم جوج خريسات اللي مشدودين ماشي وحده، هادو 580 درهم للغرام البنات. كاين ديال 4 غرام 4 غرام و70 4 غرام قد قد على حساب الموديل، اللي بغات شي حاجه تواصل معنا. ها هي نتمنى يكون داكشي واضح وباين. واخا معلي الله يحفظك اختي، ضروري اختي من الثمن مهم التوصيل مهما فيه الغرام وفيه العيار، كضروري تكتب الغرامات وتكتب العيار، يعني بس شي واحد تسولك وتقول له راه ما كيتباعش الغرام راه لا يعقل، ضروري تقول له الغرامات الله يجعلك تبيعوا لها بشمن 100 درهم للغرام 1000 درهم للغرام تعرف شحال من غرام. المهم الناس اللي كاع عاملين يتقدموا عندنا الحمد لله راه كلهم كيعرفوا الميزان ديالهم، ميزان حاطو الكليان خاص كيعبروا فيه، ومرحبا بالجميع. كاين هذه البنات كورميت ديال الايد، هذه 510 دراهم للغرام، فيها 9 غرام فاصله 20 كورميت ديال الايد، تقريبا فيها شي 18 سنتيم لما خفت نكذب، شي 18 سنتيم فيها. المهم اللي بغاتها تواصل معنا ونعبروا لها القياس ماشي مشكل، اللي عجبتها دير لها سكرين، فيها 9 غرام و20
ثمن 510 درهم. نقول لكم شحال جات، 9 غرام و20 510، جات 4690 درهم. 4690 درهم، ها هي 4690 درهم. الناس يسولون الحلقات ديال الفروج عندي في الجديده البنات، ها هما كاين داك الموديل وكاين هاد الموديل، هادو فيهم 5 غرام و40، ها هما كاين اللي فيها هادو ثلاثه الحبات يعني ثلاثه طاسات صغيورين، وكاين هادي اللي فيها طاسه واحده المعروفه الكبيره. هادو الثمن ديالهم فيهم 5 غرام و40، الثمن 570 درهم. 5 غرام و40 570، هادو 3080 درهم. 3080 درهم الثمن ديال اللويزات جداد ديال الودنين، 3080 درهم، يعني 61000 ريال و600. ها هما اللي عجبك دير لهم سكرين وتواصل معاه. وكاين كذلك حتى الربوعه، الربوعه عندي هادو فيهم 4 غرام، ها هما صحاح اللي كتقلب على شي ربوعه صحاح، ها هما 4 غرام اللي فيهم، الثمن ديالهم 570. 4 غرام اللي فيهم هاد الربوعه، 4 غرام 570، 2280 درهم. ربوعة مخدومين وزوينين، 2280 درهم. الناس اللي دخلوا جداد عاونونا بالبارطاج ديالكم، الله يكبر بكم. كلام صح اخي، تبيع ثمن مهم واحد اخر. الله يحفظك اختي عطو، الله يكبر بك اختي. حيت اكثرية الناس كيديروا واحد الغلط بزاف، ماشي الناس راه ما كنقولوش كلشي كذاب ولا كلشي مخلوين. كاينين الناس اللي واخا ما كيقولوش الغرام وما كيقولوش داك الشيء، صريحين وكيبيعوا شرب المعقول. يعني كنقول انا بمهما التوصيل ديالك فيه بلاصه العيار، هذا كما كتشوفوا يعني التوصيل، يعني كما كنقولوا هو فيه بلاصه العيار وبلاصه الميزان، يعني مكتوبه تما، ما مكتوباش غا يعني غا هبه، يعني كما كنقولوا هباء منثورا مكتوبه، يعني ضروري الميزان خصو تكتب الميزان، هذا هو اللي كنعرف. يعني ميزان والثوب ديال الثمن عدا البري ديالو، ما تجيش دير خطنا دير خطنا وما تكتب ليها والو، يعني ضروري تعرف الميزان ديالها، تعرف شحال خدات الغرام. حتى سولوا شحال، اكثريه الناس دابا كتجي مسكينه ما عارفاش، كتاخذ غير السنسله، بعض المرات كتكون ديك السنسله اصلا هي غاليه، كتكون السنسله هي غاليه اصلا، القيمه ديالها طالعه والميزان ديالها طالع وكتبها رقيقه. تقدر دير راجلها ولا شي اختها ولا تقول لها خديتها بشحال، فيها تقريبا 7 غرام، تاخذها كاع ب 80000 ريال ولا 76000، تقول لها بزاف غليتي فيها. اما فاش كتكتب لها المعلومات في التوصيل راه فيها كذا وكذا ديال الغرام وبقدا وقدا ديال الغرام، السيده حتى هي كتسول كتقول لك اه صافي هادشي راه هو هذاك يعني مزيان، ولا راجلك حتى يقول لك اه صافي راه مزيان، يعني ملي كتجي تفهمي يقول لك التوصيل فيه كذا وكذا، فيه 76 شحال من غرام ما عرفتيش، شحال باع لك الغرام ما عرفتيش، يعني هنا فاش كيوقع التساؤل. احسن تكون الغرام ديالك شحال الثمن. غورميطا ودي اللي وريتينا غورميطا اختي ديال الطروات دي، ما عرفتش شنو وحده، واش اوفال ولا دائره. المهم نقولوا الثمن ديالهم 4 غرام، هذه فيها 4 غرام ديال الدائره، فيها 4 غرام 580 درهم. هذه 2320 درهم اختي. هذا الاوفال شوفوها، الاوفال فيها 4 غرام و70، 4 غرام فاصله 7 580، 2730 درهم. هذه راه بحالها بحال الدائره بحال الاولى. المهم تواصل معنا في الواتساب على الراس والعين اختي. اختي مروه، مروه مرحبا بك اختي، الله يحفظك. كنتمنوا كلشي يكون حدا باش حال وحده باقه، اكثريه الناس كيجيو عندي كنقول لها المدير كيتحسب 550 درهم درهم، كتقول لي لا حتى ما حتى راه كيقولوا لي 9000، حتى كتقول لي دابا اكثريه كتسول كيقول لها دابا بشحال، كتقول لي 9000، كتسول على شي بياسه بشحال كيقول لها قدا وقدا، يعني هي ما كتحسب والو الغرام، يعني كتقول لها قال لي 9000 راه ناقص، ما كتعرفش الغرام شحال فيها. المهم سمعت في ودنها، اكثريه الناس كيوقعوا في هذا الغلط، يعني ديما الثمن تعرف شحال من غرام الثمن ديالها كتقسميه على غرام، كتعرفي اكثريه الناس لا في جميع الموديلات كتلقاها واخده ب 600 درهم 630 درهم، يعني الثمن ديال السوق هو هذاك، يعني كل واحد وكيفاش كيخدم. هي باش كتبقى تشرح كلشي كتبقى مرتاح. كاين هاد الحلقات هادو ديال لويزه تا هما ندوزوهم، فيهم لويزه جديده 18 كاره، هادو 570 درهم باش كيبقاو الغرام،
يعني هاد الموديلات ديال 600 درهم هادو البنات فيهم 11 غرام، هادو فيهم 11 غرام يعني تقال وصحاح ما شاء الله، 11 غرام 570، هادو 6270 درهم. وكاينه حتى التعليقه ديالهم اللي وريتكم قبيله البنات قلت لكم خاويه، التعليقه راه قريبه ليهم ديالهم هادي، اللي بغات التعليقه خاويه مرحبا، بغات تعمرها مرحبا. المهم الا عجبتها شي حاجه تواصل معنا ومرحبا بها. طب خويا عليا الله يكبر بك، امين اختي الله يحفظك، راتكو صغير شويه صغير خويا عثمان. اختي واش راتكو بغيتي صغير ديال العام؟ قولي شحال من غرام نقدر نوجدو لك في الكوموند اختي، دابا حاليا ما كاينش راتكو. اختي كلو مضوبل؟ لا عندي كلو واحد مضوبل ما بقاش عندي، كاين عندي هادو الكلوات اللي بقاو عندي الرقاق هادو، وكاين هذا، هاد ثلاثة هما اللي عندي بحال هاد الموديلات، هما اللي كاينين عندي بحال هاد الشكل، ثلاثة الموديلات اللي بقاو عندي بحال هاد الشكل. كاين السامبل نقول لكم شحال داير فيه غرام ونص البنات، هذا كيبقى ب 580 حيت خفيف بزاف، هذا 870 درهم، يعني ثمن زوين فيه 870 درهم. وكاين ديال تقل منه، ديال تقل منه ما بقاش، 1200 حتى دابا فيه موديلات بزاف شحال من وحده كتغلط فيهم، داكشي على حساب الغرامات، راه كاين خو بحالو تماما كيكون ثقيل شويه، كتكون فيه 3 غرام، 2.5، 2.20 على حساب. هادو غرام ونص كتكون فيهم 870 درهم. هاد الاخر هذا فيه غرام و30، يعني هذا خفيف، هادو يلاه جاوا البنات ما كتدوزهم، غرام و30 كانوا عندي بحال هاد الموديلات تقل منهم، هادو 580، هادو 750 درهم، هاد الاخر هذا 750 درهم، 15 الفريم. مازال ورينا المارياجات اختي ليلى، المارياجات دوزناهم هما اكثر حاجه دوزناهم اختي، الثمن ديالهم وبالتصوير ديالهم وفيهم التخفيضات صراحه لمده 7 ايام اختي ليلى. ليلى ان شاء الله يعاود اللايف اختي، يسالي اللايف وعاودي من الاول، راه هما الاولين بدينا بهم المارياجات. المهم ماشي مشكل، ما نخسروش لك خاطرك اختي، انت الاولى ما نقدرش نقول لك تعاود تفرجي، ندوز لك اختي طابلو بطابلو ديال المارياج وسكريني مع راسك شوفي اللي عجبك. بغيتي تعاودي الفيديو مرحبا، ما عاودي دخلي عندي الواتساب اختي نقول لك الاثمنه ديالهم. بالنسبه للطابلو الاول اللي دوزنا هذا، الا عجبتك شي حاجه ديري سكرين واختاري اللي عجبك. ودوزنا اختي هادو، يعني البنات كلكم اللي بغات مهتمه بالمارياج دير سكرين وتواصل معنا، ولا عجبتها شي حاجه مرحبا على الراس والعين. ها هو كيما كيبان لك اختي، دير سكرين على خاطر خاطرك، ما عندناش مشكل، نتمنى نخليو كل واحد بخاطرو. انا نكمل معكم البنات خاتم ديال لويزا اللي وريتي دابا حلقات كاين، انا نشوف لك اختي دوزنا هادو مارياجات رقاق. شي دا المارياج كما قلنا البنات راه كاين من 1100 درهم وحنا طالعين. خاتم ديال الوزير الخاتم ديالهم لا اختي، كاين عندي موديل اخر، انا نوريك الخاتم اللي عندي ديال لويزا، عندي هاد الخاتم هذا ديال لويزا هو اللي كاين بحال هاد الموديلات. اولا عجبك ديري لي سكرين، هذا الثمن ديالو اختي شحال فيه؟ هذا فيه 7 غرام فاصلة 10، 570، هذا 4000 درهم و40 درهم، 4047 قولي 4040 درهم. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على ليبول سمحوا لي ما كندوزهمش، ليبول البنات في معاد الثمن زوين اللي خدات ثلاثه، يعني ثلاثه ليبول اختاري كيما بغيتي بحال بحال، عندي منهم بزاف يعني اختاري اللي عجبك اللون اللي عجبك، واخا ما بانش لك اللون اللي عجبك كاين اللي كنصوبوهم في المحل اختي 880 درهم الواحد الا خديتي ثلاثه، 180 درهم الواحد الا خديتي ثلاثه، والتوصيل مجاني الا بغيتي مغا بوحدهم، الا خديتي ثلاثه 180 درهم، بغيتي غير واحد كيبقى ب 200 درهم، الا خديتي ثلاثه 180 درهم الواحد، يا ديال العقيق يا سوا ديال الخيط، يعني هاد العقده عريضه وكاين العقده رقيقه، يعني اللي بغيتي ولا اللي بغيتي 180 درهم الا خديتي ثلاثه، بغيتي غير واحد ولا جوج راه 200 درهم باش كيبقاو، ثلاثه 180 درهم الواحد، الموديل اللي عجبك سوا العقيق سوا هادو كلهم في 10 ديال ليبول وبالتوصيل ديالهم تاهما، والتوصيل حتى للدار فابور البنات.
نتمنى يكون واضح. ومرحبا بكم من الحلقة ديال لويزا الاخرين مع البونتونتيف. تي واش دويتي ليا على هادو اللي قالت لك ورين الحلقات